بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: واعلم أن اسم أن الحي القيوم مذكور في القرآن في ثلاث سور: سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أحد المواضع، وهو أولها. والحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا موت ولا نوم، ولهذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النوم اليسير، والنوم هو النوم المستغرق، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وفي الحديث: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك بالسماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني إن بمعنى ما، لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وهذا لعظيم قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. نعم. الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى، لأن الحي ترجع له صفات الذات، والقيوم ترجع له صفات الأفعال، فهو القائم بأمور عباده سبحانه وتعالى، وهو المدبر، وهو المحيي المميت. فالقيوم، وفي قراءة القيام صيغة مبالغة من القيام، هو القائم سبحانه بشؤون خلقه وتنظيم شؤون خلقه، لا يغفل عن ذلك سبحانه وتعالى. فهذان الاسمان قيل إنهما هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. هي نعم. الحي ترجع له صفات الذات، والقيوم ترجع له صفات الأفعال. نعم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. نعم. القيوم يدل على الأزلية في الماضي، والأبدية في المستقبل، فالله لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه،
وهو موجودا بنفسه، لا أن أحدا أوجده، تعالى الله عن ذلك، بخلاف غيره فإنه موجود بغيره، غيره أوجده، فما من موجود إلا وله موجد إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى، فلا بداية له ولا نهاية، هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. يعبرون عن أنه واجب الوجود بمعنى أنه موجود بنفسه، لا أحد أوجده سبحانه وتعالى، وهذا من تعبيرات علماء الكلام، واجب الوجود وجائز الوجود من تعبيرات علماء الكلام، والمعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد. نعم. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. نعم. ويفيد قيامه، وكلاهما بمعنى واحد، القيام والقيوم، القائم بأمور عباده والقيام بأمور عباده، لكن الواو أقوى من الألف. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. قيامه بنفسه، لا أن أحدا أقامه أو أنه يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك. نعم. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، وكل مخلوق فإن الله هو الذي خلقه وأوجده ودبره، فهو الخالق، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، لأن قيوم أو قيام صيغة مبالغة، فيفيد كمال قيامه سبحانه بشؤون عباده. نعم. وهو يفيد دوام، أنت مثلا انظر إلى هذه المخلوقات من الذرة إلى المجرة كما يقولون، من الذي يدبرها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر هذه الكائنات، هو الذي يرزقها، هو الذي يغذيها، هو الذي يحييها ويميتها، فهو المدبر سبحانه وتعالى، لا أحد يدبر معه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. نعم، دوامه وكماله. نعم. لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، ولا يأفل. نعم. من الأفول، يعني من الأفول، وهو الغياب، لا يغيب عن خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني بزعمكم، لأنهم يعبدون الكواكب، هم أو يحاجهم بلغتهم وما يعرفون، قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب، انتقل وغاب، قال لا أحب الآفلين، الله لا يغيب عن مخلوقاته وعن ملكوته سبحانه وتعالى، قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال، فلما رأى القمر، نعم،
بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، يعني لأنهم يعبدون الكواكب، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب. نعم. ولا ينقص. لا يغيب عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم. أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. نعم، هو الأول والآخر. نعم. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. نعم، الحي ويدل الحي صفات الذاتية، والقيوم الصفات الفعلية. نعم. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم ولا غفلة. نعم. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لأن فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها صفات الكمال، ففيها نفي وإثبات، أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص والعجز، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأعظم سورة في كتاب الله سورة الإخلاص، قل هو الله أحد إلى آخرها. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها. نعم، فالحي تدور عليه أسماء الأفعال، أسماء الذات تدل عليه صفات الذات الحي، والقيوم تدور عليه صفات الأفعال القائم بنفسه المقيم لغيره الرازق المدبر، كل هذا يرجع للقيوم. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة وإليهما يرجع معانيها. يرجع أو ترجع؟ وإليهما ترجع معانيها. إيش اللي عندك؟ يرجع بالياء. يرجع، لا بس. طيب. نعم. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. نعم. فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات الصفات إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ولهذا قيل إنهما هما الاسم الأعظم. نعم. قول المصنف رحمه الله
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. نعم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهما ليستعين بهما أو لينفعوه سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لعبادته، وعبادته ترجع مصلحتها إليهم. أما الله فإنه غني عن عبادتهم، غني عن كل شيء. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد سبحانه وتعالى. فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نفع ذلك أو ضرره يعود إلى العباد. نعم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، للأقوياء والضعفاء والملوك والصعاليك والجن والإنس. يا أيها الناس، الناس الإنس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الذي يرزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يدبركم وهو الذي ينصركم وهو الذي يرحمكم، فأنتم فقراء إلى الله عز وجل. وإن كان عندك خزائن الأرض ذهبا فأنت فقير، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والله هو الغني الحميد، الغني الغنى المطلق، الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني الغنى الغنى المطلق، وأنتم الفقراء الفقر المطلق، فأنتم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله يتخذ وليا، يتولى أمري وشؤوني ويدبرني، فغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي موجدهما من غير مثال سبق، فطره أي أوجده من غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم يرزق الناس ولا يطعم، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام، ليس بحاجة إلى الطعام سبحانه وتعالى، هو غني بذاته، وإنما الذي يحتاج إلى الطعام هو الإنسان الفقير أو المخلوق الفقير الذي يحتاج إلى القوت ويحتاج إلى ما يبقي عليه حياته. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل من واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي. نعم يا عبادي، هذا حديث عظيم، حديث قدسي عظيم، يخاطب الله به عباده، كل فقرة من هذا الحديث فيها خطاب لعباده، فهو حديث عظيم. أوله يقول جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
لأن ملكه تام بدونكم، وإنما التقوى والعمل الصالح يرجع نفعه إليكم، والله غني عنه سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما أحد يعذب بفعل غيره، كل يعذب بفعله هو. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. نعم، المخيط إذا أدخل البحر ورفع ماذا يكون عليه من الماء؟ ما يكون عليه إلا بلل، بلل يسير. فكذلك لو أعطى عباده كلهم ما سألوا ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لأنه الغني الكامل، له الكمال، كمال الغنى سبحانه وتعالى. نعم. وقوله رازق بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. أي نعم، رازق بلا مؤونة، لا يكلفه إذا أعطى الناس أرزاقهم وأعطى كل شيء رزقه. شوف الحين اللي تشاهد على الأرض من المخلوقات، الآدميين والبهائم والسباع والذر، إلى الذرة، من الذي يرزق هذه المخلوقات؟ كل يصل إليه رزقه، ما أحد منها يموت جوعا، كل يصل إليه رزقه وهو في مكانه. من الذي يرزقهم؟ هو الله سبحانه وتعالى يسر لهم رزقه. نعم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت يعني أوجده، فالموت صفة وجودية. نعم. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. نعم. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار وانتهى فصل القضاء بينهم، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح وهم ينظرون إليه، ثم يقول الله: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. نعم. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. نعم. فالميت إذا أدخل في قبره وسد عليه القبر انصرف الناس عنه، يأتيه عمله، إن كان صالحا يأتيه في أحسن صورة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، وستجدني إن شاء الله قرين صدق. فيدفع في القبر فيفسح له مد بصره، ويأتيه من الجنة من روحها وريحها، ويأتيه من رزقها وهو في قبره، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نعم.
والكافر والعياذ بالله يأتيه عمله في أقبح صورة، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حمومها سمومها ما دام في قبره، ما دام في قبره والعياذ بالله. نعم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ. نعم. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. نعم، الأعيان يعني الموجودات هي التي تقبل الوزن، وأما الأعراض فإنها لا توزن، مثل الليل والنهار، وهذه لا توزن، أعراض ليست أجساما. في الجسم والعرض، الجسم هو الشيء الذي له ذات موجودة تشاهد، أما العرض فهو الزمان الذي ليس له ذات تشاهد. نعم. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تأتي سورة البقرة يوم القيامة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمامتان والغيايتان بمعنى واحد، يظلان صاحبهما يوم القيامة، تظلان صاحبهما يوم القيامة. هذا فيه فضل هاتين السورتين العظيمتين. نعم. أو فرقان من طير صواف. أي نعم، صافة في الجو تظل صاحبها. نعم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. أي نعم، أن أعمال العباد نعم تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. نعم، صفاته ملازمة لذاته، لا بداية لها ولا نهاية لها، كذاته سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية لها، فصفاته ملازمة لذاته، يعني صفات الذات، يعني الصفات على قسمين، صفات ذات مثل الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، صفات ذات، وصفات معنى مثل السمع والبصر والعلم، السمع والبصر والعلم، وهذه صفات معنى. نعم. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال. أي نعم، لا بداية لها ولا نهاية لها، كما أنه سبحانه لا بداية له ولا نهاية، فهو أزلي بصفاته، أبدي بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، ولا يرد على هذا فقد الصفات الكمال بضد الكمال، هذه يصير نقص، فقدها نقص. نعم. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان
والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا إنما نفهمها بمعناها، وأما حقيقتها لا يعلمها إلا الله، فهي صفات عظيمة لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. اي نعم. الإمام مالك جاءه رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، لأنه جاءنا ذكره في الكتاب والسنة، استواء معلوم، والكيف كيفية الاستواء مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو استوى كما يشاء سبحانه وتعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عنه الإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذه الصفات لا شك أنها توجد في كل وقت وتتجدد في كل وقت، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال له حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. نعم. فهو كاتب سواء كتب أو لم يكتب، هو كاتب يوصف بأنه كاتب. نعم. هذا في المخلوق، ففي الخالق من باب أولى. نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. نعم. ما يقال إنه إذا وصف بأنه يتكلم إذا شاء أنها تحل به الحوادث، لأن الكلام حدث بعد أن لم يكن فيكون تحله الحوادث سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل ولا ندخل فيه. نعم. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته،
فهذا نفي باطل. نعم هذا لا لم يرد لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن لا ننفي ولا نثبته. نعم وإنما نتبع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. نعم وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلمون إذا وصف بأنه يتكلم وأنه يخلق ويرزق نال حلول تحله الحوادث، تعالى الله عن ذلك. نقول الله يفعل ما يشاء ويختار ويخلق ما يشاء ويختار، ولا نقول تحله الحوادث كما تزعمون، هذا مصطلح من عندكم ولا أصل له. نعم وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. إذا قال لك هل الله تحله الحوادث، فقل وماذا تريد بالحوادث؟ تريد أنه لا يتصف بصفاته الذاتية والفعلية إذا شاء سبحانه وتعالى؟ فهذا إرادة باطلة. وإن أردت لا تحله الحوادث بمعنى أنه سبحانه منزه عن أن يحصل له من العوارض من الجوع والمرض ونحو ذلك والغضب، فهذا ما ينفى ولا يثبت، لأنه ما ورد في الكتاب ولا في السنة. نحن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة ولا نزيد على ذلك ولا ندخل في جدليات باطلة أو جدليات مجهولة المعنى، ما ندخل فيها. نقول ما أثبته الله لنفسه أثبتنا، أو أثبته له رسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله عن الله سبحانه نفيناه، ولا ندخل في المتاهات والجدليات السقيمة التي أحدثتموها. نعم وكذلك مسألة الصفة، هي زائدة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير. كل هذه افتراضيات باطلة لا ندخل فيها. نعم هل الصفة زائدة على الذات أو هي الذات؟ نقول هذا ما لنا شأن فيه ولا ندخل فيه، لم يرد به كتاب ولا سنة. نعم وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان يكفي أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فلا شأن لنا به. الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي ما جاء في الكتاب والسنة ولا ندخل في افتراضيات أو جدليات لا دليل عليها. نعم إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. نعم بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده،
ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. وإذا كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله سبحانه وتعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. هذا في كتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وهو كتاب مطبوع وموزع، الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. فالله يدل على شيئين، يدل على الذات المقدسة ويدل على الصفات. نعم. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. نعم. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. نعم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. نعم. فبعزة الله وقدرته هذه صفتان من صفات الله، هو ما يستعيذ بالصفة وحدها، وإنما يستعيذ بالصفة والموصوف معا، يستعيذ بالصفة وبالموصوف معا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. نعم. لأن كلمات الله من صفات الله عز وجل، فإذا استعذت بصفة من صفات الله فقد استعذت بالله عز وجل، استعذت بالموصوف. نعم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نعم. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة. الاسم هو المسمى في الخارج، وأما في الذهن فالاسم شيء والمسمى شيء، هذا بالتصور في الذهن، لكن في الخارج لا.
الصفة والموصوف شيء واحد، لا تنفك الصفة عن الموصوف والموصوف لا ينفك عن الصفة. نعم. فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. الله لا يزال بأسمائه وصفاته، والله لا يزال بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإذا قلت الله تدخل فيه الأسماء والصفات، ولا يتصور ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات إلا في الذهن، أما في الوجود لا، ما فيه اسم بدون ذات ولا فيه ذات بدون اسم. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى هذه جدليات باطلة لا ندخل فيها، نحن على حق في أن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة ونثبته ونعتقده ولا ندخل في هذه الجدليات والفرضيات التي أتى بها الضلال إلا على وجه الرد عليهم وإلزامهم. نعم. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد. نعم. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت له، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. فيقال له هذا إتعاب للذهن بلا فائدة، يكفينا
أن نقف الكتاب والسنة ونثبت ما فيهما مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفينا. وأما الدخول في هذه الجدليات فهذا يدخلنا في مجاهل ويدخلنا في إلزامات لا حقيقة لها. نعم. فيقال لهم أهب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. نعم. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل كله نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية، كله نقل من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في مجادلته للجهمية والمعتزلة والقرامطة وغيرهم. نعم. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهو من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء، قال سبحانه وتعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويخلق ويرزق ما لها حد،
كلمات الله ما لها حد، وهي الأوامر والنواهي والخلق والرزق. والله لا يزال يأمر وينهى، يأمر خلقه وينهى عن أشياء، ما يقال أنه أمر ونهى وخلاص انتهى، لا لا يزال سبحانه وتعالى كذلك، كل يوم هو في شان. نعم. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. المداد هو الحبر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله التي يأمر بها وينهى بها. الله ما يزال يأمر وينهى ويتكلم سبحانه وتعالى، ولا يحصى كلامه في خلقه. الخلق هذا كله يدبره الله، يدبره بأي شيء لكلامه سبحانه، عطاؤه كلام وأخذه كلام وخلقه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكمال في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان ابن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تبارك وتعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأنه يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تبارك وتعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تبارك وتعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تبارك وتعالى لم يزل معطلا عن الفعل
ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار. المعالي الجويني، أبو المعالي يعني الجويني، نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا لأنك يكفي نقل عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في دراسة علم المنطق؟ هل نتعلمه أم نعذر منه علما بأن له دورا كبيرا لطالب العلم الشرعي؟ والله علم المنطق متاهات، وبعدين يتناقض بعضه مع بعض، أنت خليك مع الكتاب والسنة ويكفيك هذا، ولا تدخل في متاهات وافتراضيات وإلى آخره، ولا تنتهي إلى شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان. السؤال: ما المراد بصاحبهما؟ هل هو الذي يقرأهما، صاحبهما الذي يقرأهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وهل لا بد من حفظهما؟ يقول: يقرأهما في صلاته، يقرأهما في تلاوته. نعم، الحفظ احفظ ما يمكنك، احفظ القرآن كله أو احفظ بعضه حسب استطاعتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من قرأ سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هل من قرأها 3 مرات يكون قد ختم القرآن؟ لا يكون قد ختم القرآن، وإنما قرأ الإخلاص، لكن هي في الأجر والثواب تعدل ثلث القرآن. أما أنها تعدل ثلث القرآن يعني تكون بمقدار 10 أجزاء، لا، هي سطر ونصف تقريبا. نعم، لكنها عظيمة المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صفة الكلام لله عز وجل، هل يقال بأنها صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه؟ صفة فعلية، الكلام والاستواء والخلق، وهذه صفات أفعال. نعم. وأما العلو فهو صفة ذات، في فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات، لا يزال الله جل وعلا عاليا على خلقه فوق سماواته، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟ لا، الباقي من أسمائه الباقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لفظ واجب الوجود وموجب الوجود أن هذا تعبير لأهل الكلام، فهل يقال بأن هذه الألفاظ والتعبير بها أمر مكروه؟ إذا احتجت إلى هذا، لكن على شرط تبينها، ما تأتي بها وتتركها، لازم تبينها وتبين المقصود بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هل يؤخذ من هذه الآية أن الذرة هي أصغر مخلوقات الله عز وجل؟ الذرة هي الهباء، ما هي بالذرة الحشرة اللي تشوفون، الذرة المراد بها الهباء التي تطير في الهواء. أنت بتشوف بالهواء هباء يطير، هذه الذرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خطاب الله عز وجل يا أيها الناس وقوله يا عبادي، هل هو موجه للمسلمين والكفار بالنسبة لهذين اللفظين؟ أي نعم، يا أيها الناس هذا عام لكل بني آدم، أما خطاب يا الذين آمنوا أو المؤمنين هذا خاص بالمؤمنين، لكن الناس عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولهذا قال في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يوجد فرق بين صفات الفعل أو الصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية؟ نعم. الله جل وعلا ما يوصف بصفات اختيارية، ما يوصف بهذا، هذا بالنسبة لغير الله عز وجل. اختيارية التي يفعلها باختياره، يفعلها باختياره أو يتركها باختياره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما مدى حدود الكلام في الصفات في الأسماء والصفات لطالب العلم؟ أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه، يثبت ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب. آية الكرسي تشتمل على هذا، فيها نفي وإثبات، إثبات للكمال لله ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الميزان يوم القيامة هو ميزان فعلي أو هو معنوي، وهل الأعمال توزن بهذا الميزان؟ اللي يقولون أنه ميزان معنوي هم المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فيقولون أنه ميزان حقيقي له كفتان توضع الأعمال فيه، أعمال توضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن أحدا ينجو من ضمة القبر، وهل هي تختلف من شخص إلى آخر؟ ما أحد ينجو منها، ضمة القبر لكل ميت، ولكن المؤمن يفرج عنه، والكافر والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما المؤمن يضمه القبر أول ما هو ثم يفرج عنه. ولهذا لما دفنوا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف الكثير من عذاب القبر يعتبر يأسا من رحمة الله عز وجل؟ أي نعم، إذا صار معه وسواس، صار الخوف وسواسا يروعه ويخيفه، هذا لا يجوز، لكن يخاف ويرجو، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، لا يخاف فقط ولا يرجو فقط فيكون من المرجئة، بل يخاف ويرجو. نعم. يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في النص الاستعاذة بالصفة: أعوذ بعزة الله وقدرته وأعوذ بكلمات الله التامة. هو الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، والصفة وسيلة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول حفظك الله: فلماذا نمنع دعاء الصفة، أليس كالاستعاذة بالصفة؟ ما ندعو الصفة، وإنما ندعو الموصوف بصفته، نتوسل إليه بصفته، تقول: يا رحمن ارحمني، توسل إليه بصفته الرحمة، يا رزاق ارزقني، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع لي مجادلة أهل البدع من الجهمية وغيرهم عن طريق التراسل بالتواصل بوسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا يحتاج إلى عالم متبحر، جدالهم والرد عليهم يحتاج إلى عالم متبحر، فأما المبتدي في طلب العلم والذي علمه قليل فلا يدخل معهم، ثم يعجز عن الرد عليهم فينتصرون عليه، خذ حذرك. نعم.
لا تدخل في شيء وأنت ما تحسن الخروج منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام أبو الحسن الأشعري هل مات على السلفية وعلى العقيدة الصحيحة؟ إن شاء الله، صرح بهذا أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه راجع عما كان، هذا موجود في كتبه في آخر ما كتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أبي منذ 4 سنوات. يدعون أنهم أشاعرة وأشعرية، ليسوا أشاعرة، هذولا على مذهب ابن كلاب، كلابية ما هو أشاعر، لأن أبو الحسن الأشعري آخر أمره مات على عقيدة الإمام أحمد، صرح بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أبي منذ 4 سنوات ودفن في مقابر مرتفعة عن الأرض بمقدار متر. ما؟ يقول توفي أبي منذ 4 سنوات ودفن في مقابر مرتفعة عن الأرض بمقدار متر، وأريد تخصيص قطعة أرض بجوار المقبرة وأقوم بنقله إليها ليكون في قبر شرعي، فهل يجوز لي ذلك وما الطريقة؟ إن كان فيه مقبرة لأهل السنة فانقله إليها، أما أنك تفرد القبر هذا ما يصلح، لكن أزل الارتفاع، أزل الارتفاع عن قبره ما استطعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بحديث البراء بن عازب على جواز الموعظة عند القبر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن القبر وعذابه ونعيمه؟ إذا جاءوا والقبر لم يخلص بعد وجلسوا فإن العالم يعظهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا بجنازة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا القبر لم يتم إعداده، جلس الرسول وجلس أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير من الهدوء والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره. ففي مثل هذه الحالة لا بأس، أما أن تتخذ الموعظة عند القبر دائما هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يقول هل التبرع للأيتام عن طريق البنوك بمبلغ معين باسم كفالة اليتيم هل يكون داخلا في هذا الفضل؟ ما هو عن طريق البنوك، البنوك تشتغل بالربا، لكن الجمعيات الخيرية أعطيها للجمعيات الخيرية التي تثق بها وأنها توصله إلى اليتيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ورد خلاف بين أهل العلم في تحديد اسم الله الأعظم، فما الراجح في هذه المسألة وفقكم الله؟ الله أعلم، لكن أقرب ما يكون أنه لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنه الحي القيوم، هذا أقرب شيء، الله أعلم. نعم. انتهى وفقكم.